قصة العنزات الثلاث والوحش. كان يا مكان في قديم الزمان ثلاث عنزات تعيش في إحدى التلال وترعى الحشائش الخضراء. وفي ذات يوم خرجت العنزات تبحث عن مرعى جديد فيه عشب طري لذيذ. ورأت العنزات من بعيد سهلا مليئا بالعشب فأرادت أن تذهب إليه، ولكنها عرفت أن بينها وبين ذلك السهل نهرا عليه جسر يسكن تحته وحش قوي لا يستطيع أحد أن يمر فوقه إلا إذا سمح له بالعبور. وحاولت العنزة الصغيرة المرور بهدوء، ولكن الوحش انتبه إليها وأراد أن يأكلها عقابا لها. ففكرت بذكاء وقالت له: إنني عنزة صغيرة وقليلة اللحم، ولكن أختي أكبر مني وسمينة أكثر، قادمة بعدي، فانتظرها. فسمح لها بالمرور وقطعت الجسر بسرعة. وجاءت العنزة الثانية، وكان الوحش بانتظارها فأراد أن يأكلها، فقالت له: إن أختي الكبيرة قادمة ورائي، وهي سمينة وبها لحم كثير، أرجوك اسمح لي بالمرور. فسمح لها وراحت تركض على الجسر. ولما أرادت العنزة الثالثة المرور سمع الوحش صوت حوافرها فهجم عليها ليأكلها، ولكنها نطحته بقرونها الطويلة الصلبة فسقط في الماء فزعا، وترك مكانه تحت الجسر إلى غير رجعة. فرحت العنزات الثلاث بتخلصهن من الوحش وشعرن بسعادة بالغة، كما فرح الناس بذلك، وصار الجميع يمرون فوق الجسر بأمان وسلام. وشكر الجميع العنزات لأنهن استخدمن ذكاءهن وقوتهن للتغلب على الوحش. وهكذا انتهت القصة. إلى اللقاء.